Alhamdulillah bihaim. Hal عندنا wajib manzili? Laisa. Masih Laisa. Laisa. Naam, laisa indana wajib manzili. Laisa indana wajib manzili. Idzan nahnu al-an fi safha 210, sahih? 210. Nahnu al-an fi safha 210. Tayyib. Akhlit al-kitab, istami' jayyidan. Aghlit langsung. Aghlit al-kitab, istami' jayyidan. Tayyib, tayyib. Usratu Abdul Aziz. Usratu Abdul Aziz. Istami' jayyidan. Istami' jayyidan. الدرس الثامن والثمانون. الوحدة الثلاثون. أسرة عبد العزيز. أسرة عبد العزيز تسكن في شقة بالدور الرابع في شارع المطار. في الصباح يأخذ الأب الأولاد إلى المدرسة. الأم ترتب البيت وتعمل الطعام. بعد الظهر يحضر الأولاد من المدرسة ويرجع الأب من الشركة. في المساء يعمل الأولاد الواجب ويقرأ الأب الصحيفة وتشاهد الأم التلفزيون. أسرة عبد العزيز. أسرة عبد العزيز تسكن في شقة بالدور الرابع في شارع المطار. في الصباح يأخذ الأب الأولاد إلى المدرسة. الأم ترتب البيت وتعمل الطعام. بعد الظهر يحضر الأولاد من المدرسة ويرجع الأب من الشركة. في المساء يعمل الأولاد الواجب ويقرأ الأب الصحيفة وتشاهد الأم التلفزيون. الآن استمع ثم كرر. أسرة عبد العزيز. أسرة عبد العزيز. أسرة عبد العزيز تسكن. أسرة عبد العزيز تسكن في شقة بالدور الرابع. في شارع المطار. في شارع المطار. في الصباح يأخذ الأب. في الصباح يأخذ أبو الأولاد إلى المدرسة. الأولاد إلى المدرسة. الأم ترتب البيت. الأم ترتب البيت. وتعمل الطعام. وتعمل الطعام. بعد الظهر. بعد الظهر يحضر الأولاد. بعد الظهر يحضر الأولاد من المدرسة. من المدرسة. ويرجع الأب من الشركة. ويرجع الأب من الشركة. في المساء يعمل الأولاد الواجب. في المساء يعمل الأولاد الواجب. ويقرب الأب الصحيفة. ويقرب الأب الصحيفة. وتشاهد الأم التلفزيون. وتشاهد الأم التلفزيون.
طيب الآن افتح الكتاب. طيب أنا سأقرأ. أسرة عبد العزيز. أسرة عبد العزيز تسكن في شقة بالدور الرابع في شارع المطار. في الصباح يأخذ الأب الأولاد إلى المدرسة. الأم ترتب البيت وتعمل الطعام. بعد الظهر يحضر الأولاد من المدرسة ويرجع الأب من الشركة. في المساء يعمل الأولاد الواجب ويقرأ الأب الصحيفة وتشاهد الأم التلفزيون. طيب بو بشيرة اقرأي. أسرة عبد العزيز تسكن في شقة بالدور الرابع في شارع المطار. في الصباح يأخذ الأب الأولاد إلى المدرسة. الأم تلطف البيت وتعمل الطعام. الظهر يحضر الأولاد من المدرسة ويرجع الأب من الشركة. في المساء يعمل الأولاد الواجب ويقرأ الأب الصحيفة وتشاهد. طيب Pak Abdullah ترى. Bismillahirrahmanirrahim. أسرة عبد العزيز. أسرة عبد العزيز تسكن في شقة بالدور الرابع في شارع المطار. في الصباح يأخذ الأب أولاده إلى المدرسة. يأخذ الأب الأولاد يا. في الصباح يأخذ الأب أولاد إلى المدرسة. الأم ترتب البيت وتعمل الطعام. بعد الظهر يحضر الأولاد من المدرسة ويرجع الأب من الشركة. في المساء يعمل الأولاد الواجب ويقرأ الأب الصحيفة وتشاهد الأم التلفزيون. أسرة عبد العزيز تسكن في شقة بالدور الرابع في شارع المطار. في الصباح يأخذ الأب الأولاد إلى المدرسة. الأم ترتب البيت وتعمل الطعام. بعد الظهر يحضر الأولاد من المدرسة ويرجع الأب من الشركة. في المساء يعمل الأولاد الواجب ويقرأ الأب الصحيفة وتشاهد الأم التلفزيون. طيب بو أليشا. يسافر آه. جوجا آه. استاذ لا تحدث في السفر الى جوجا. طيب فقطت اقرا. بسم الله الرحمن الرحيم. أسرة العبد العزيز تسكن في شقة بالدور الرابع في شارع المطار. في الصباح يأخذ الأب أبو الأولاد إلى المدرسة. الأولاد. في الصباح يأخذ الأب الأولاد إلى المدرسة. الأم ترتب بيت وتعمل الطعام. بعد الظهر يحضر الأولاد من المدرسة ويرجع الأب من الشركة. من الشركة. من الشركة.
Fil masa'i ya'malu al-awladu al-wajibi. Wa yaqra'u al-abu as-sahih as-sahifah wa tushahidu al-ummu di televisiun. Baik, Bu Zun. Ana ante, mujuda? Mujuda, Ustaz. Nah, baik. Usratul Abdil Aziz. Usratu Abdil Aziz taskunu fi saqfatin bidawri rabbia fi sariya maqar. Fi sabahi ya'khudhu abu aw aulada ila madrasah. Al-umu turattibu baita wa ta'malu ta'am. Ba'da zuhri yahduru awlad minal madrasat wa yarji'ul ubu minal sarikah. Fil masa'i ya'malu awladu al-wajib wa yaqra'ul abu sahifah wa tusahidul umu televisiun. Baik, Bu Ida. Ustaz. Usratu Abdul Aziz. Usratu Abdul Aziz taskunu fi syaqqatin fi biduril rabi'i fi syari'il matur. Ustaz dur, walakin ad-daur. Bidawril rabi'i fi syari'il matur. Bidawril rabi'i fi syari'il matur. Di subahi ya'khudul abul awlada ilal madrasati. Al-ummu turattibul baita wa ta'malu tu'ama. Ba'dal zuhri yahdurul awladu minal madrasati. Wa yarji'ul abu minas syarikati. Al-masa'i ya'malul awladul wajibah. Wa yaqra'ul abu sahifata wa tushahidul ummu televisyun. Baik, Bu In. Ya, Ustaz. Usratu Abdul Aziz taskunu fi saqati fitauril rabbi fi sari tomator. Fi sabahi ya khudul abu aulada ila madrasah. Al-umu turattibul baita wa ta'malu ta'am. Ba'da zuhri yahdurul auladu minal madrasah. Wa yarji'ul abu minas syarikah. Fi masa'i ya'malu auladu wa auladul wajibah. Wa yakra'ul abu sayhata wa tashidu umul televisyun. Wa yaqra'ul abu sahifata wa tushahidul ummu televisyun. Nah. Wa yaqra'ul abu sahifata wa tushahidul ummu televisyun. Baik, Bu Wihas. Usratu Abdul Aziz. Usratu Abdul Aziz taskunu fi sakatin fi dauri rabi'i fi sari'il mator. Istabahi ya uju abu aulada ilal madrasati. Al-umu surotibul baita wa ta'malu to'am. Ba'da zuhri yahduru aulad minal madrasah. Wa yarji'ul abu minal sarikoti. Fil masa'i ya'malul auladi alwajibah.
wa yaqra'ul abu sahifatu watushahidul umu television. Baik, Bu Nining. Ustaz. Usratu Abdul Aziz. Usratu Abdul Aziz taskunu fi syaqqati bil dauri rabi'i fi syari'il matar. Bis sabahi ya'khudhu hujul abu aulada ila madrasah. Al-umu turatibu baita wa ta'malu ta'am. Ba'da zuhri yahdurul auladu minal madrasah wa yarji'ul abu minas syarikah fil masa'i ya'malu auladur wajib al-wajib wa yaqra'ul abu sahifata wa tushahidul umul tilifijyun. Ayyab. هل هناك سؤال حول المعنى؟ هل هناك سؤال حول المعنى؟ بالدوري. نعم. أسرة عبد العزيز تسكن تنقل في شقة أبارتمنت. Apartemen, daur, ad-daur bermakna lantai. Lantai empat. Daur rabi' lantai empat. Syari' jalan. Al-Matar. Di syari' al-Matar, di jalan bandara. Di syari' al-Matar, di jalan bandara. Masa kita tanya. Baik. Soal khair hada. Toba ya surat ibu makna apa? Surat ibu merapihkan. Soal ya, rumah diurutkan bagaimana diurut-urut? Memang rumah bisa diurut-urut gitu? Diurut taruh sini, merapikan. Menertibkan, merapikan. Membersihkan. Soal apa? Asyarikah PT, asyarikah perusahaan. Asyarikah perusahaan atau PT bahasa kita. Sahifah koran ya. Nonton televisi. Syahada yushahidu menonton, menyaksikan. Berarti kalau melihat sesuai ya, Pak. Melihat tidak boleh, itu syahid. Ya, melihat televisi kalau melihat ya ro. Wa tarul umu televisyon. Menyaksikan, menonton. Baik, khalas, silakan. Khalas. Alhamdulillah. Baik. Uktub sahih atau khata? Ya. Sekarang ya, al-an kullukum ta'mal hadha al-tadrib. Taskunu usratu Abdul Aziz fi syaqqatin bidawri thalith, sahih? Khata. Sahih? Khata. Sahih? Bidawri rabi'. Khalas. Al-an ana u'tikum khams daqa'iq. Saya kasih 5 menit untuk ngisi ini ya. Oke. Ya, ya, ya. Udah. Itu ya. Ya. Itu aja. Taib.
Suami Azizi Fisari Matong surat baik tidak melakukan benar jadu awalan ini madali satu Abdul Aziz fi syaqati bid dawr ats-tsalits khata taskun mubashira raqam 2 sawti Abdul Aziz fi syari al-matal sahih taib raqam 3 bu wihas ya Aku zul awladi ila madrasati sobaha. Sobahi. Kopo. Ya khudu abu. Asahih ya khudul abu. Khudul abu. Ada kopo. Asahih ya khudul abu. Ya khudu. Ya khudu al-abu. طيب إذن هذا خطأ. طيب رقم 3 بنينج. ثلاثة. يأخذ الأم. رقم 4. ترتب الأم. ترتب الأم البيت ويعمل وتعمل.
wa ta'malu ta'am. Sohi. Sohi, mumtaz. Naam. Bu. Bu Ihas, khalas. Bu. Bu In. Bu Bashira. Khamsa. Khamsa. Minal khamsati fi dhuhri. Sohi. Sahih. Bu Ida, rakam sita. Ba'da wasi, Ustaz. Khoto. Ya, khamul awladu minal khadrusati. Ba'da zuhri. Sahih, ba'da zuhri, lesa fi zuhri. Khoto. Ba'da zuhri. Sabi. Ba'da zuhri, Ustaz. Ba'da zuhri, lesa fi zuhri. Lesa fi zuhri, ba'da. Iya, iya, iya. Khoto, Ustaz, ya. Fi zuhri. Unzur. Ba'da zuhri. Ba'da zuhri. Boleh sampai zuhri. Kan waktu zuhur. Ya. Foto. Baik. Ya, dah, Bu. Baik. Rakam. Sabah. Rakam sita. Ya, dah, Bu. Abu. Ya, sita. Rakam sita. Yadhabul abu ila syirkati. Syarikati. Ba'da syirka. Syarika. Ila syarikati. Ba'da zuhri. Naam. Khata as-sahih. Sahih. Sabah. Naam. Mahu sahih. Yadhabul abu ila syarikati. Syarikati. Fi sabah. Ada zuhri. Baik. Rakam sabah. Rakam sabah. Bu Ida, khalas? Khalas, Dad. Khalas. Bu Zun. Aina anti? Anak. Ustaz. Ya malu awladu wajibah fi samai. Laisa fi samai, fil masai. Samai lagi. Tinggian kalau langit. Sahih. 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 Nah. Ana ustaz ana. Fil masai bisa apa? Sahih tal Bu Ida. Ana sana amtu ke. Al Abu. نعم اقرأي بويدا بويدا يا أستاذ نعم أنت رقم ثمانية أبو مدرسون في مدرسة ابتدائية خطأ أستاذ خطأ الصحيح مدرسة ويعمل في شركة من المشركية ما شركة شركة الأبو يعمل في شركة في الشركة Al-Abu yang baru di syarikat. Baik, rakam 9. Ya. Terus nanti buka toko. Rakam 9. Ibu itu habis terusan lah, baru buka toko. Jangan ngomong sendiri. Halas, Ustaz. Halas, Bu. Tak malu umum di syarikat. Bu In. Bismua. Bu In, rakam 9. Tamal al-ummu fi syarikat syarikati kabira. Naam faqatut rakam 9. Ta'malu al-ummu fi syarikati kabira. Khata. Ta'malu al-ummu fi syarikatin kabira. Ta'malu al-ummu fi al-bayt. Ta'malu al-ummu ta'am. طيب رقم 10. رقم 10. نعم مباشرة اقرأي. يفضل الأب أن تصحيفة. نعم صحيفة. صحيح جدا. الآن أجب عن الأسئلة الآتية. أستاذ boleh nanya Ustaz. تفضل. نمبر
Nomor 8 alabul mudarisun. Mudarisun bisa diganti pegawai apa? Lupa. Saya lupa dengan mudarisun. Mudaf, mudaf. Ah, jadi boleh alabu alabul muwazzafun di syarikat gitu ya. Muwazzafun karyawan. Muwazzafun. طيب انظر الى هذه رقم 2 اجب عن الاسئله الاتيه اين تسكن اسره عبد العزيز الى اين ياخذ الاب الاولاد في الصباح ماذا تعمل الام متى يحضر الاولاد من المدرسه ماذا يعمل الاولاد في المساء ماذا يقرا الاب ماذا تشاهد الام متى ترجع من المدرسه مع من تتناول الغداء أين تعمل واجبك المنزلي ومتى هذا يكون واجبا منزليا يا الله.